كيف نقوم بإنشاء صفحة تواصل اجتماعي على الفيسبوك؟ نقوم بفتح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثم ننزل إلى أسفل قليلا، ثم نضغط على المزيد، ثم نضغط على إنشاء صفحة. نقوم باختيار الصفحة حسب التخصص الموجه إليه، كمثال سوف نختار ترفيه، ثم نختار شخصية خيالية، ثم نقوم بكتابة اسم الصفحة، ثم نحدد أوافق على شروط صفحات فيسبوك، ثم نضغط على الشروع في العمل. بعد ذلك سوف تظهر لنا هذه الصفحة. سوف نقوم بإضافة وصف للصفحة كهذا المثال، ثم نقوم بكتابة الموقع الإلكتروني إذا كان متوفرا، أو صفحة تواصل كمثال تويتر. بعد ذلك نقوم بكتابة عنوان لصفحتك، ثم نختار لا. إذا كانت هذه الصفحة رسمية نقوم بالضغط على نعم، وإذا كانت غير رسمية أو شخصية خيالية نقوم بالضغط على لا، ثم نقوم بالضغط على حفظ المعلومات. نقوم بالضغط على تخطي، ثم نقوم بالضغط على تخطي، ثم نقوم بالضغط على تخطي. هكذا قمنا بإنشاء صفحة تواصل اجتماعي على الفيسبوك. ترقبونا في الجزء الثاني من الشرح. كيف نقوم بإضافة غلاف وصورة شخصية لصفحتنا على الفيسبوك؟ سوف نقوم بفتح هذا العنوان التالي: www.tagcovers.com. سوف نختار غلافا معينا كمثال هذا الغلاف. نقوم بفتح صفحتنا على الفيسبوك. نقوم بالضغط على إضافة غلاف، ثم نضغط موافق، ثم نحدد صورة الغلاف المراد رفعها. نقوم بالضغط على حفظ التغييرات، ثم نقوم بإضافة صورة شخصية. نقوم بالضغط على إضافة صورة شخصية، ثم نقوم بالضغط على تحميل صورة. كيف نقوم بتخصيص منشور لمنطقة جغرافية معينة أو دولة معينة أو لغة معينة في صفحات الفيسبوك؟ نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم نضغط على تعديل الإعدادات. عند بوابة خصوصية المنشورات نقوم بتحديد السماح لي بالتحكم بخصوصية المنشورات الجديدة التي أنشرها في صفحتي، ثم نقوم بالضغط على حفظ التغييرات. وكمثال سوف نقوم بكتابة هذا المنشور لمنطقة فلسطين فقط. نقوم بالضغط على العامة، ثم نقوم بالضغط على الموقع اللغة، ثم نقوم بكتابة المكان. نقوم بكتابة فلسطين، ثم نقوم بالضغط على جيت بوست، ثم نقوم بالضغط على نشر. هكذا قمنا بتخصيص المنشورات بالنسبة للدولة أو اللغة في صفحات الفيسبوك. كيف نقوم بتفعيل المنشورات الحديثة لآخرين على صفحتك على الفيسبوك كهذا المربع؟ سوف نضغط على تعديل الصفحة، ثم تعديل الإعدادات. سوف نتأكد من تحديد هذا الخيار. سوف نقوم بالضغط على القدرة على النشر. سوف نقوم بتحديد يمكن للجميع النشر في يوميات الصفحة، وأيضا بإمكان الجميع إضافة صور ومقاطع فيديو إلى يوميات الصفحة. ثم نقوم بحفظ التغييرات. ثم نقوم بالضغط على إمكانية رؤية المنشور. نقوم باختيار إتاحة منشورات الآخرين في يوميات صفحتي، ثم نقوم بتحديد تمييز منشورات الآخرين الحديثة في مربع في أعلى صفحة يومياتي، ثم نقوم بالضغط على حفظ التغييرات.
هكذا قمنا بتفعيل مربع المنشورات الحديثة لآخرين عن صفحتك على الفيسبوك. شكرا لمتابعتكم. كيف نقوم بتحديد العمر أو السن لصفحة الفيسبوك الخاصة بنا؟ سوف نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم الضغط على تعديل الإعدادات، ثم نقوم بالضغط على القيود على العمر، ثم نحدد الخيار الذي توده. وكمثال سوف أختار الأشخاص بسن 18 سنة وما فوق، ثم نضغط على حفظ التغييرات. هكذا قمنا بتحديد العمر أو السن للدخول إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بنا. شكرا لمتابعتكم. كيف نقوم بتقييد ظهور صفحة الفيسبوك في دول أو في مناطق معينة؟ نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم نقوم بالضغط على تعديل الإعدادات. سوف نختار تقييدات البلد. نقوم بإدخال البلد المراد إخفاء هذه الصفحة عن المشاهدين فيها. كمثال سوف نختار دولة فلسطين، ثم نقوم بالضغط على حفظ التغييرات. هكذا قمنا بتقييد ظهور صفحة الفيسبوك في دول أو مناطق معينة حسب الاختيار. طريقة تفعيل الردود لصفحات الفيسبوك: الرد على التعليقات. نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم نقوم بالضغط على تعديل الإعدادات. ننتقل إلى خيار الردود، ثم نقوم بالضغط عليه. نقوم بالضغط على إتاحة الردود على التعليقات في صفحتي، ثم نقوم بالضغط على حفظ التغييرات. هكذا انتهينا من طريقة تفعيل الردود لصفحات الفيسبوك. شكرا. كيف نقوم بتفعيل أو تعطيل الرسائل في صفحات الفيسبوك؟ نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم نقوم بالضغط على تعديل الإعدادات. عند خيار الرسائل نقوم بالضغط عليه. للسماح للأشخاص بالاتصال بصفحتي نقوم بتحديد الاختيار، وعند تعطيله نقوم بإلغاء الاختيار، ثم نقوم بحفظ التغييرات. هكذا انتهينا من طريقة تفعيل أو تعطيل الرسائل في صفحات الفيسبوك. شكرا لمتابعتكم. كيف نقوم بفلترة الألفاظ والكلمات على صفحات الفيسبوك تلقائيا؟ سوف نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم نقوم بالضغط على تعديل الإعدادات. سوف نختار مرشح الألفاظ النابية، ثم نختار خيار قوية، ثم نقوم بحفظ التغييرات، ثم نقوم بالضغط على الإشراف على الصفحة، ونقوم بكتابة بعض الكلمات التي سوف نقوم بحظرها. هكذا انتهينا من طريقة فلترة الألفاظ والكلمات على صفحات الفيسبوك تلقائيا. شكرا لمتابعتكم. كيف نقوم بإضافة مدير أو مشرف أو منشئ محتوى وغيره لصفحة الفيسبوك؟ نقوم بالضغط على تعديل الصفحة، ثم نقوم بالضغط على إدارة أدوار المسؤولين. نقوم بكتابة اسم الشخص المرشح، ثم نحدد دوره كمدير، فيمكنه حينها إدارة أدوار المسؤولين وإرسال الرسائل وإنشاء المنشورات باسم الصفحة وإنشاء الإعلانات وعرض الرؤى. أو كمنشئ محتوى فحينها يمكنه تعديل الصفحة وإرسال الرسائل وإنشاء المنشورات باسم الصفحة وإنشاء الإعلانات وعرض الرؤى. أو كدور مشرف فحينها يمكنه الاستجابة إلى التعليقات على الصفحة وحذفها وإرسال الرسائل باسم الصفحة وإنشاء الإعلانات وعرض الرؤى. أو كمعلن فحينها يمكنه إنشاء الإعلانات وعرض الإعلانات. أو كمحلل رؤى فحينها يمكنه عرض الرؤى. بعد اختيار الدور نقوم بالضغط على حفظ. هكذا انتهينا من كيفية إضافة مدير أو مشرف أو منشئ محتوى وغيره لصفحة الفيسبوك. شكرا لمتابعتكم. لا تنسى تعطينا اشتراك ولايك للفيديو.